شرع المحققون الفرنسيون بتحقيق جنائي يتعلق بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية قام بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويستند التحقيق إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فرأى من سوريا في يوليو تموز 2013 حامل معه آلاف الصور الفوتوغرافية عن عمليات تعذيب جرت في أحد سجون مدينة الرقاء. جراناسي ليغازين مؤلفة كتاب عملية سيزار وهي صحفية أجرت مقابلة مع المصور السوري الملقب بالقيصر، قالت نقلا عنه: بمجرد وصول أول المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص إلى المستشفى العسكري السوري بدأت الجثث تتوافد تباعا. لقد كان شاهدا على لحظات الرعب التي عاشوها أولئك القتلى والذين عانوا من أثار تعذيب لا يطاق. كان وزنهم قد وصل إلى 30 أو 40 كيلوغراما، كما أنه رأى أناسا يموتون جوعا أو بسبب التعذيب في السجون. من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك إنه لمن المسؤوليات التحرك ضد الإفلات من العقاب، منددا بالجرائم التي تصدم الضمير الإنساني. وتزعم العديد من التقارير أن آلاف المعتقلين قد قضوا تحت التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري.